الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا بعد هذه العطلة الأسبوعين واقتراب الجلسة القادمة وما فيها من أحداث قد يكون فيها بعض الأمور، نذكر الحكومة بداية بالتزامها، كما نذكر أيضا رئيس مجلس الأمة على ما حصل من اتفاق في الأيام الماضية. ولعلي يمكن تكلمت في مؤتمر سابق عن التعاون الحكومي المنوط والذي يلتزم في عودة الجناسي، والذي لم يكتمل حتى الآن منذ سنتين. هناك جنسية سعد العجمي، وهناك الجبر، وهناك الجناسي المسحوبة التي رفع فيها أيضا توصيات من لجنة الجناسي المسحوبة، علاوة على أن الحكومة لم تلتزم في قانون التجنيس الذي أقره مجلس الأمة. أضف إلى ذلك الأمور المهمة والاتفاق الذي تم أيضا بحضور رئيس مجلس الأمة والحكومة على موضوع التحرك مباشرة بعد جلسة الاستجواب السابق في موضوع العفو، الذي وعدنا أن يكون هناك تحرك بعد جلسة الاستجواب مباشرة، إلا أنه لم يحدث. ونحن مر علينا اليوم الشهر والشهرين وربما الشهر الثالث، إسقاط العضوية أيضا من هذه الاتفاقات التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة بعدم إسقاط العضوية، كون أن يكون هناك التفافات وتحركات، كل هذه الأمور وحتى حكم المحكمة الدستورية أشبعت بحثا بأن لا يمكن أن يكون هناك حكم أو هناك سلطة فوق سلطة وأعمال مجلس الأمة، ولا يمكن إجهاض الأعمال البرلمانية ليقرها مجلس الأمة، وهذا أمر مفروغ منه وتكلم فيه الخبراء الدستوريين وتكلم فيها الكثير حتى من النواب. لذلك سلسلة هذه الاتفاقيات وهذا الاتفاق الذي تم الالتزام خلاله من النواب، لم نجد الحكومة ملتزمة في كل هذه الاتفاقيات، فعلى الحكومة أن تراجع حساباتها. لا يمكن أن يكون للنواب التزام في كل ما دار وأن يمضي هذا الوقت حتى لو يعني ممكن كما يقال طوفنا شيء، لكن ما يكون الأمر الآخر. يعني إذا عجزت الحكومة عن شيء لم تكن تعجز عن الأمر الآخر، لكن التسويف والتمطيط والمماطلة والعمل على يعني الوقت، ما ننتظر، لا يمكن ننتظر حتى ينتهي المجلس. يفترض الحكومة تنظر في التزامها وتنظر في اتفاقها مع النواب. نحن التزمنا التهدئة من بداية المجلس، يعني من الوعود التي وعدنا إياها حتى موضوع الجنسية. يمكن موضوع سعد العجمي تكلم فيه سمو الأمير أمام حتى رئيس مجلس الأمة والنواب، قال سعد العجمي حسب القانون يعود بعد سنة. نفس السمو الأمير تكلم هذا الكلام أمامهم. طيب بعد سنة، الآن كمنا الآن من 2017 أو 16 شهر 3، الآن كم، سنتين وكم؟ يفترض أن الحكومة تعيد حساباتها وتنظر في التزامها، فلا تطالب، لا يمكن تطالب النواب بالالتزام وهي لم تلتزم. نحن هذا المؤتمر
تذكيري للحكومة أن عليها التزام وأن عليها ألتفي بالتزاماتها وأنها لا تطالبنا بالالتزام ما لم تلتزم هي بما تعهدت به من كل الأمور التي ذكرتها من إسقاط العضوية، من العفو، من عودة الجناسي، من الأمور التي تم اتفاقها. وكذلك لا أعفي رئيس مجلس الأمة لأنه هو المباشر لهذه الاتفاق، وهو الذي يعقد اجتماعات، وهو الذي يعني يتكفل ويضمن هذه الاتفاقيات وعقد الاجتماعات في بيته وخارج ديوانه وفي المكاتب ومع الوزراء. كل هذا يجب يعني الانتباه له، وأنه لن نلتزم بما التزمنا به أمام الحكومة ما لم تلتزم الحكومة بتعهداتها. يعني هذا مؤتمر وهذا كلام يجب أن يكون في الحسبان، وأن لا يعني تنسى الحكومة هذه الالتزامات. وشكراً.